للوهلة الأولى يبدو المنظر ركام منازل، وفي التفاصيل هي منازل من ركام. هذه البلدة البدوية تغدو كل صباح مقصدا لعشرات التلاميذ من التجمعات البدوية المحيطة، ففيها المدرسة الأساسية الوحيدة في المنطقة. تمام ونورا تستعدان للانضمام إلى زميلاتهما وزملائهما. مبسوطين أن عندنا مدرسة قريبة إننا نروح الشارع في الخطر للسيارات. بس أكبر وتعلم وصير دكتورة. تشقان طريقهما في مشهد غير عادي، مركبات كثيرة وازدحام إعلامي ووجود لمسؤولين على أعلى المستويات، والمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة. بنيناها على أساس أنه يتعلموا ويكونوا أقرب، يعني قدام عيوننا. الصبح 5 دقائق له في المدرسة، الظهر بيكون كمان 10 دقائق في البيت تبعه. يعني أكثر من 25 مدرسة يتعلم فيها أكثر من 10,000 طالب وطالبة في أراض فلسطينية تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، لا تتمتع بأدنى المعايير الطبيعية، وتوجد في مناطق غير آمنة في الضفة الغربية وقطاع غزة. أما القدس فلها حكاية أخرى، فمدارسها تحتاج لأكثر من 1,000 صف لا تسمح إسرائيل ببنائها أو بترميم المتوفر منها. لما المجتمع الدولي بيتكلم على المواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، أنا هذه ليست بس مواثيق حبر على ورق، ولكن المطلوب أيضا تنفيذ هذه القوانين الدولية. نواصل عملية التعليم لنضمن أن التلاميذ يتلقون تعليما يحسن من مقدراتهم وإدراكهم للأشياء. هنا في مدرسة الخان الأحمر تعمل 8 مدرسات في تعليم 60 طالبا وطالبة داخل 5 غرف أقل ما يقال عنها إنها تشبه حظائر الحيوانات، فالحرارة عالية والأمن مفقود، والإرادة وحدها الممول الوحيد لهذه الفكرة. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، لكن التعليم في الخان الأحمر أشبه بمضغ الحجر، إرادة كإرادة هؤلاء الأطفال وذويهم قد تغير المعادلة فيصبح الإنسان قادرا على هضم الحجر. من مدرسة الإطارات أو مدرسة الخان الأحمر الأساسية التائهة بين القدس والأغوار، خالد القاسم، العربية.